السلام عليكم، صباح الخير. مجدد الصباح دقيقة بدقيقة، قد يولد فيها ساعة. المهم الحمد لله تأقلمنا. كان النهار الأول قاصح، الساعة ديكالاج دغيا طاق، معندناش اختيار. اون دوا سامبروفيزي، اون دوا سادابتي، سامبروفيزي دوميني، يعني تأقلم ترتجل من بعد تسيطر، تسيطر على راسك العادات ديالك. ألوغ ما علينا، ماذا أقول؟ ميراكل مورنينغ، معجزة الصباح. تنحيي الشباب والشابات اللي تبارك الله منافسة قوية. واو أنا دهشروني شي ناس، اللهم بارك، بزاف بزاف بزاف، والعنصر النسبي حاضر بقوة. المهم كنتنافسو مع بعضياتنا شي شي يحفز شي الجديد. عرفت شو هذا؟ شو سميتو؟ سميتو ريبيكس كيوب، عاد قريت عليه هذا. المهم خديتو مؤخرا، كنحاول نلعب بيه شوية. المهم لعب ودماغ، لان راه مسالش طيح على لا كومبينيزون لا فورمول دو ديو. المهم جيت قريت عليه، هذا كان اخترع واحد الماتيماتيسيان. المهم كان تيطور واحد القضيه على لاكس، هو الهدف ديالو اللي جا على وديت هاد لاكس، كيفاش الدوره ديالو كتسمى لا جيومتري اون مون لا جيومتري اون 3 ديمونسيون. ومن بعد في الماتيماتيك جبدوا هضروا عليها في الالجبر، في الجبر، يعني واحد لو تروك بيغمون ماتيماتيك. ومزيان ننصحوا الاباء اللي عطاو لوليداتهم، مشى الاباء يلعبوا به، لانه كتخلي دماغك يتحرك شويه، يفكر في افكار جديده. وهاد القضيه ديال هرس راسك، تهرس راسك كاستيت، هي بصراحه ماشي كاستيت، ماشي تهرس دماغك، مي كتطور. لان الدماغ على حسب ما فهمت وما قريت، انه كي 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 كيدير دي كومون ديغيش واحد لي سينابس، دوك السينابس بحال طرقان جداد، باش المره الجايه فاش تطيح في هاد المشكل عندك في دماغك واحد الطريق الحل لهذا المشكل. هذا ما كان. المهم كنحاول، الحياه ديالنا راه دايره بحال هكذا، مشكله ملونه مرونه كما تنقولوا. مي دون لا روين هي توجور لي سبور دو تروفي ان تريزور، التريزور ديالنا هو نقادوها نشكلوها احسن تشكيله. المهم كما العاده سترانش هو راه كاستيف، نشوف القراءه وبخيز دي نوت.